بالظبط كده، تمام، ممتازين. ما عملناش التارجت، بالظبط ما عملناش التارجت، يبقى لازم نعمل الايه التارجت بتاعنا. هنا هنرجع تاني، معلش ندخل تاني ونعمل الايه التارجت بتاعنا. يبقى لازم هاجي عند سمول بيك واحدد التارجت بتاعي، يبقى هقول له تارجت هيساوي التارجت بتاعي هيساوي اللي هو احنا كنا محددينه ايه بقى هنا هوت. احنا محددناش اسمه، ممكن نسميه هنا name هيساوي big pick، name هيساوي big pick، وهنيجي هنا نقول له التارجت بتاعي هو ايه big pick. وطبعا نفس الموضوع هنكرره في كل واحد، هنقول له target هيساوي big pick، وهنا برضو هنقول له التارجت بتاعي هيساوي big pick، واروح جاي اعمل سيف وهرجع اعرض تاني، هعمل ريفريش. اما اجي اكليك على دي تفتح، لما اجي اكليك على دي تفتح، لما اجي اكليك على دي ايه تفتح معايا. ايه الاخبار؟ احنا كده قدرنا نعمل مثال كامل للاجزاء الخاصة بالفريمز اللي احنا زي ما كنا قسمناها لمجموعة نقاط، هي ان احنا عندنا في هيدر، وكان في عندنا بادي، وكان عندنا فوتر. ده في المثال الاولاني. في المثال الثاني احنا قسمناها لجزئين، جزء اسمه سمول بيكتشر وجزء اسمه بيج بيكتشر. يا جماعة التارجت اللي بيسأل لسه على التارجت، يعني المكان اللي انا فيه هحدد احط اللينك بتاعتي تنزل في انهي جزء. يعني طالما حددت التارجت بتاعي ان انا عايز انزلها في الجزء بتاع بيج بيكتشر، يبقى انا بحدد له اسم المكان الاول في الفريم، وبعدين احدد له التارجت ده من اللينك. تمام. طيب احنا كده يعتبر الجزء بتاع الفريمز يعني منتهي تماما. احنا بقى في دلوقتي لو في حد عنده اي اسئله خاصه بالجزء بتاع الفريمز، ياريت نبتدي دلوقتي الاسئله. وطبعا اللي ما عندوش اسئله ممكن يبقى موجود معانا بس يستمع، وبلاش الايه الكتابه عشان خاطر نقدر يستفيد الناس اللي هي اساسا مش قادره تفهم الموضوع دوت. تمام. كده يا استاذ علي، ان شاء الله ال HTML كده يعتبر منتهي، وان شاء الله باذن الله احنا يوم الثلاث هيبقى عندنا في تيست. وانا بالنسبه لي لقيت ان انا هقسمه جزئين، جزء هيبقى اللي هو عباره عن اسئله بتجاوب عليها، وانا بنزل الاسئله ديت من خلال صفحه ال HTML او من خلال اللي هي الوايت بورد، بحيث ان انتوا بتجاوبوا عليها مع بعض، بنجاوب عليها مع بعض، زائد من خلال اللي هو الجزء بتاع اللي هو البول او الفوتينج، او زي الفوتينج كده، او زي البتاع ده. والجزء الثاني هيبقى عباره عن الجزء العملي، والجزء العملي ده هيبقى فايل انا هرفعه على ميديا فاير، بحيث ان انتوا بتبتدوا انتوا بقى تشتغلوا عليه، ويمكن انا هكون بعته لكم قبل ما نبتدي اساسا المحاضره بتاعت يوم الثلاث، بحيث انكم ممكن كمان تقعدوا انتوا تجربوا فيه قبل ما الحل هتبعتوه ازاي. احنا اساسا ببقى حاطط السؤال زي ما بنعمل للفوتنج، هنعمل الحل كده. تمام. طيب خلينا نسيبنا دلوقتي من الامتحان العملي يا جماعه، هرفعه على ميديا فاير ان شاء الله، وهبقى باعت اللينك على الصفحه بتاعت الفيسبوك.
انا برفع على الميديا فاير على الصفحة اللي كان قال عليها محمود العقلة بالظبط كده، يعني انا كنت انا رفعتها على هناك وفي ناس كتير خلاص وصلها فعلا، حتى كمان اللي هي التاسكات بتاعت الاتش تي ام ال اللي احنا خدناها لغاية دلوقتي لغاية قبل الفريمز. تمام. محمد اتفضل. محمد مجدي، السؤال اللي عايز اسأله. المحاضرات اللي فاتت فيها أجزاء، ناس فعلا رفعت التسجيلات، وفي حاجات موجودة على الصفحة بتاعت الدارين بتاعت الفيسبوك بتاعت الدارين موجودة، المحاضرات ديت مرفوعة زائد أساسا كمان على الموقع بتاع الدارين نفسه. يعني ايه تفتح على الاندكس مباشرة؟ يا ريت يا جماعة اللي ما عندوش سؤال، ما عندوش سؤال يسيب اللي بيسأل يسأل عشان نستفيد كلنا كمان، لان خلي بالكم احنا بنستفيد من اسئلة الناس اللي بتسأل. طب ثانية واحدة بس عشان محمد مجدي كان في سؤال بيسأله. اي موقع بيفتح على اندكس؟ اه طبعا. انا ممكن، بص يا محمد انا فاهم قصدك ايه، انت ممكن فعلا تسمي الصفحه بدل مين فريم دوت اتش تي ام ال سميها اندكس دوت اتش تي ام ال، وخلي الصفحه اللي بتتفتح في النص سميها هوم دوت اتش تي ام ال. يبقى في الحاله دي لما بيجي يفتح هيفتح باي ديفولت على المين فريم. تمام. ده بالنسبه للسؤال ده. شهاب كان عايز يسأل، اتفضل. ايات، اه ممكن نحط بنفس الطريقه. الاي فريم ماله يا شهاب؟ ثانية واحدة مريم. طيب أجاوب على شاب. توضيح بالنسبة للآي فريم. هو صراحة أنا بالظبط ما أعرفش الآي فريم ده هو إيه استخدامه، بس أنا ممكن أبحث لك وأقول لك الموضوع دوت. فلو كده ممكن تبعت لي على الميل بتاعي، على أساس لو كده أنا أبعت لك الرد عليه على طول بالنسبة لموضوع الآي فريم. تمام. وده الميل بتاعي. بالنسبة للي بيطلب الأكواد يا جماعة، أنا فعلا حاطط على الصفحة بتاعت اللي هي الفيسبوك.com على اللي هي الصفحة الخاصة بالكورس بتاع الدبلومة ديت، واللي عملها تقريبا محمود العقلة، وممكن يبعت لكم الصفحة ديت على أساس موجود هناك فعلا الرابط بتاع ميديا فاير الخاص بصفحات أو السورسات بتاعت ال HTML كلها اللي خدناها لغاية قبل الجزء بتاع الفريمز النهاردة. اه طبعا ممكن نحط يا شادي واحد واثنين وثلاثة، ممكن تحط ان شاء الله 100 صورة، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة خالص جدا، خالص خالص خالص، يعني ممكن تحط اي عدد من الصور زي ما انت عايز. تمام. يعني مش مجرد واحد اثنين وثلاثة. اه اسأل يا مريم. اوكي. حطيتي ايه كلهم؟ فحطيتيهم في ملف المين فريم ولا ال كلهم مع بعض ازاي؟ ما هو انت دلوقتي يعني انت حطاهم كلهم في فولدر الحاجات دي كلها. حلو. طيب افتحي بقى اللي هي الصفحة اللي هي المين اللي فيها المين فريم بتاعك، هتلاقي باينة لك الصور بتاعتك. عمل لك الصورة علامة استفهام؟ لا، ممكن تكون انت بس كاتبة مسار الصورة غلط. طب انت كاتبة في الامج ايه؟ في التاج بتاعت الامج ايه تحديدا؟ ممكن طبعا، ممكن يا شادي تحط صورة مختلفة عن التلاتة، ينفع طبعا، ينفع تحط صورة مختلفة عن التلات صور، وبعد كده ما هيفتح هيفتح في التلاتة التانيين، بس عمره ما هيرجع للصورة الأصلية. الصور الكبيرة مش بتتعرض عندك، ممكن يكون في عندك مشكلة في التارجت. بسمة، ممكن يكون في
عندك مشكلة في التارجت، مش محددة التارجت بالاسم الصح، يعني كاتبة في الفريم الاسم بشكل والتارجت بشكل تاني، فعشان كده هو بيفتح بره خالص. فتأكدي من النيم بتاع الفريم والتارجت بتاعك، لازم الاتنين يكونوا ايدنتيكال، نفس الاسم. الحتة بتاعت التارجت ماشي، هنذكر تاني الحتة بتاعت التارجت، هنذكر تاني الحتة بتاعت التارجت. انا لما كان عندي الفريم اللي انا ببين فيه الشغل بتاعي، اللي هو فريم سورس مثلا بيساوي body dot html، كنت جيت قلت ان انا حدي اسم الفريم ده هسميه مثلا center، تمام؟ ده الكلام ده انا كاتبه فين؟